يبونا يمشي ملك ملك يبونا يبونا يرجع كرة وسع منتخب الجابون عنده شانس الكرة الأولى والهدف الأول يضرب جول بيير إيميريك أوباميانغ 1-0 للجابون ولد الليوبار يسجل أول أهدافه الفهد أوباميانغ أول أهداف الكان 2017 رابع أهداف إيميريك أوباميانغ في تاريخه بالأمم الأفريقية سجل ثلاثية في دورات سابقة اليوم الرباعية وكاماتشو يريح ويرتاح 1-0 من العميد 1-0 من القائد 1-0 من البومبر المنتظر التوفيق كان كبير في التوزيع عدم توفيق في تصدي دفاع كرة ترجع عن طريق اللاعب بوانجا بوانجا يعكسها من اليسار إلى اليمين في اليمين بدأها هو مشى وتمركز والرقابة معدومة أوباميانغ وحاسة التهديف كرة وجول وشانس وهدف المباراة تتغير والجابون يدشن بنك الأهداف في كان مونديال السمار 2017 1-0 لهدافهم التاريخي بيير إيميريك أوباميانغ أجربك للوادي بيساو غينيا شرف الحضور شرف المحاولة يحسب ولكن الظهور في النهايات من زيزينهو هدف قاتل في وقت قاتل سيعذب الجابونيين امشي كورة عن طريق زيزينهو زيزينهو راس جول نعم التعادل التعادل يا بيساو هدف قاتل في الوقت القاتل سيعذب الجابونيين هدف التعادل تاريخي يا بيساو تاريخي يا جينيا 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 غينيا بيساو يتعادل في الوقت القاتل 90 دقيقة تاريخي برافو كانتي ما يستاهلوش ما يستاهلوش الخسارة غينيا بيساو برافو هدف التعادل براسية قاتلة 1-1 1-1 من رقم 14 هدف التعادل لغينيا بيساو هدف ما فماش هدف ما فماش بضربة راس كورة ما يلقاهاش العملاق ديدي أوفونو والتعادل المنتخب الغيني 1-1 بيساو حقيقة دوش بارد بالنسبة للجابون وأمانة ما يستاهلوش يربحوا ما يستاهلوش يربحوا غينيا بيساو مع التغييرات كاندي تفوقت غينيا على الجابون تفوقت على نفسها كبداية تفوقت على نفسها كضعف تاريخ في الكرة تفوقت على نفسها بالأسماء الضعيفة مقابل أسماء العالمية هو بيير إيميريك أوباميانغ راد بوشاري في بروسيا دورتموند ببعثة فريق غينيا بيساو بكلها مدربين